كونيتشيوا منا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. واليوم عدنا لكم بمقطع جديد عن أبرز الأخبار اللي نزلت هذا الأسبوع. مثل كل أسبوع نسوي هذه السلسلة ونتكلم عن أفضل أو أبرز الأخبار اللي نزلت، فبدون ما أطول عليكم يلا بينا. نبدأ بأول خبر، وهو أخيرا وليس آخرا تم تحديد موعد فيلم فايولت إيفانغاردن نسخة البلوراي، راح تنزل يوم 4 أغسطس. فيلم هذا منتظره من زمان، تقريبا من سنة وسنة ونص تم تأجيل هذا الفيلم أكثر من مرة بسبب الانفجار اللي صار في استوديو كيوتو أنيميشن، وتأجل مرة أخرى بسبب الوباء. فإن شاء الله الفيلم هذا ينزل بسلامة. الفيلم هذا تم عرضه فقط في اليابان قبل حوالي 120 يوم، فإن شاء الله يعرض الفيلم هذا في قاعات السينما العربية وفي مواقع وتطبيقات الأنمي. ننتقل للخبر التالي، وهو تم تحديد عدد حلقات ميجالوبوكس الموسم الثاني، واللي يعرض حاليا في موسم الربيع. فالموسم الثاني هذا اللي ينزل حاليا سيكون متكون من 13 حلقة، والموسم هذا ينزل تحت اسم ميجالوبوكس نوماد، لان البطل اللي هو جون دوغ كل مرة يغير اسمه لانه ما عنده هوية. فننتقل للخبر التالي، وهو ايضا تم تحديد حلقات انمي بوكو نو هيرو الموسم الخامس. فكالعادة سيكون متكون من 25 حلقة زي كل المواسم السابقة التي كانت فيها ايضا 25 حلقة. والخبر التالي أفضل خبر بالنسبة لي في هذا المقطع، وهو أخيرا وليس آخرا البارت السادس من أنمي جوجو. قبل أيام في معرض جوجو أو فعالية مغامرات جوجو العجيبة، تم الإعلان فيها عن أن أنمي جوجو يحصل على بارت سادس، وأيضا تم الإعلان بأن المؤدية الصوت ستكون اي فيروز، ستلعب دور شخصية جولين، اعتقد اسمها جولين، والتي هي بطلة هذا الموسم. وكما انه كشف الموقع الرسمي لانمي جوجو العرض الترويجي للموسم السادس بالاضافة الى غلاف، والشيء اللي صدمني ان مؤدية الصوت البطلة هي من اصول عربية، امها يابانية وابوها مصري، والمؤدية الصوت هذه تتكلم ايضا عربي، في شيء صادم وشيء في نفس الوقت يعني حلو. ファイルズアイです。この後8時からはエジプトアラビア語講座のお時間です。第1回のレッスンでは基本の挨拶アスラムアレイコムから感謝の言葉シュクランガジーランまでを学習していきます。神秘的なアラビアの世界へ一歩を踏み出してみませんか？ فالمهم ايضا عندي سؤال لكم، راح تظهر لكم الان في الدائرة البيضاء فوق سؤال، وهو اذا تابعتم جوجو ام لا. فاذا كنت متابع انت لانمي جوجو اضغط على نعم، واذا ما كنت متابع انمي جوجو فاضغط لا. فكده باختصار. فالمهم ننتقل للخبر التالي، وهو تم تنزيل اول اعلان لفيلم جديد وقريب في الساحة. الفيلم اسمه بيليريو تو سوباكاسو نو هيمي. فالفيلم هذا كثير من الناس تتكلم عليه. الفيلم سيعرض في الشهر يوليو، سيكون من انتاج استوديو شيزو ومن اشراف مامورو هوسادا. اودا يوميتشي بيتي
وآخر خبر معانا في المقطع وهو فيلم كيميتسو نو يايبا أو قاتل الشياطين تصل إيراداته إلى أكثر من 39 مليار ين، وهذا الرقم مرة ضخم على الرغم من مرور 5 شهور منذ أن نزل، إلا أنه لازال يحصد المزيد من الإيرادات، فشيء أسطوري وتاريخي، ولكن للأسف لحد الآن لم نشاهد نحن الفيلم، فإن شاء الله الفيلم ينزل أيضا في السينما العربية، مواقع وتطبيقات الأنمي، وإن شاء الله بيعرض في أقرب وقت ممكن. فايب هذه كانت أبرز الأخبار أو أفضل الأخبار اللي نزلت هذا الأسبوع، أتمنى تكونوا استفدتم بالأخبار يا رهيبين. كالعادة أخبروني في التعليقات ما هو أفضل خبر بالنسبة لكم في هذا المقطع، وشكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منا